عبد الله بها وزير الدولة في موكب جنائزي مهيب، يتقدم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وذلك بعد أداء صلاتي الظهر والجنازة بمسجد الشهداء بالرباط. موكب جنائزي يحضره أيضا رئيس الحكومة ومستشار صاحب الجلالة والحاجب الملكي وأعضاء الحكومة والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية وبعض الضباط السامين من القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وقائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني وممثل الأحزاب وعدة شخصيات وجموع غفيرة من المواطنين. موكب جنائزي مهيب يليق برجل دولة نذر حياته لخدمة وطنه، وكان بحق رجل التوازنات والخصال الحميدة.